أهلا بكم. شدد الوزير السابق غسان حصباني في مؤتمر صحفي لتقديم رؤية القوات اللبنانية لملف الدعم على أن الدعم حاجة استثنائية وضع فيها المواطن اللبناني خارج عن إرادته في هذه الظروف، مشيرا إلى أن المواد الغذائية التي يتم تغطيتها اليوم تكلف حوالي $1 مليار والمازوت 2 مليار سنويا من دون قطاع الكهرباء، ونلامس $5 مليارات إجماليا للتغطية. وأكد حصباني أن نسبة الاحتياط قد لا تكفي إذا أكملنا بالنمط نفسه، وإذا لم يتم ترشيد التغطية ستنتهي الأموال، مما يعني أن ما هو قائم اليوم قد يتوقف فجأة أو حتى تدريجيا وبشكل متسارع. لذلك علينا أن نستدرك هذا الأمر وأن نجد حلول عملية تقلص الهدر القائم وترشد استخدام الأموال بطريقة تحسن الأداء، ونستفيد مما هو متاح من تمويل ونعتمد على مصادر التمويل الصحيحة وعبر حماية ومساعدة مباشرة للأشخاص بدل تغطية فرق سعر العملة ومن مصادر تمويلية داخلية أو خارجية. وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 10/12/2020 على محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ في لبنان بقيمة $246 مليون، على أن يتم عرضه على مجلس أمناء البنك الدولي المقرر في 17/12/2020. عثر على رمانة يدوية في منطقة سن الفيل شارع فانرجان، وقد ضربت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المكان. وأفادت معلومات الأو تي في أن القنبلة اليدوية التي عثر عليها من نوع هجومية شرقية مرمية على جانب الطريق وهي صالحة للاستعمال. استهجنت السفارة الروسية في واشنطن الزج باسم موسكو في اتهامات بقرصنة مواقع حكومية أمريكية. وأكدت السفارة الروسية أن محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية لا أساس لها من الصحة. وتبعت السفارة: لقد لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة، مؤكدة أن الهجمات في الفضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لبلدنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول. هذا واتهمت صحيفة واشنطن بوست موسكو بالمسؤولية بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية بتعرض مؤسسات حكومية منها وزارة الخزانة لهجوم سيبراني ناجح. الموجز انتهى، إلى اللقاء.